اليوم كنتواجدوا في مكان مكنسة جوج على أساس أننا كنقوموا بقافلة طبية اللي بحد ذاتها كتقوم بتشخيص مرض السرطان ديال البروستات عند الرجل. كيعرف الجميع أن تشخيص مرض البروستات أو سرطان البروستات بعض الحالات أنه ما كيبانوش علامات ديالو، ففي هذه الحالة ربما التشخيص كيمكن أننا نشخصه في وقت مبكر. واليوم أنه هاد القافلة بالأهمية خصت الرجال اللي كيقبل بلغ العمر ديالهم فوق 50 سنة. هاد الحملة الطبية قامت بشراكة ديال الجمعية المغربية للمسالك البولية مع جمعية محلية ديال المكانسة تاج الخير وشركة اللي قامت بتجهيز الحملة الطبية. تنظيم ديال الحملة ومجرياتها قامت به الهلال الأحمر المغربي واللي قامت بأحسن دور تنظيمي. And what is this event about? This event is about you know, like this male health has been compromised, and there are several ailments which is related to urology and cancer. So early detection takes care of you know, the lifespan and always also the lifestyle of the patient. So here we are trying to organize, this is the first camp, and we are going to organize camps across the country to have a live statistics as to and present it to the Ministry of Health, what is the burden actually, and how together can we help the government to come out of this crisis. والهدف من هذه القافلة هي الكشف والتوعية المبكرة عن سرطان البروستات اللي هو مرض مازال ما معروفش بزاف في المغرب وما كياخذوش اون شارج في المغرب. دونك حنايا بغينا نديروا التوعية بهذا المرض وبغينا ان شاء الله نتعاونوا مع وزارة الصحة باش نديروا الكشف مبكر على هذا المرض وباش ان شاء الله نديروا حتى هذا البريزون شارج ديال المرضى، التتبع ديال المرضى ديال هذا السرطان. المبادره دي جاتني زوينه مزيانه، الناس مزيانين، عطاوني الدواء دوزوا ليا، سولوني على البروستات، قال لي انت واش شحال من مره كتنوض في الليل؟ قلت له ودي كنوض فوق 10، وعطاوني الدواء، قال لي اخذوا لي الدم غيديروا لي التحليلات، قال لي وقت ما صيفطنا لك جي. قال لي غنتبعوا معك، اخذوا الدم ديالي، قال لي وقت عطيتهم من التليفون، عطيتهم المسير، قال لي وقت لي مده، عطوني الدواء مده شهر، قال لي كنتصلوا بك. هاد اليوم كنقوموا بحمله توعويه وحمله تحسيسيه عن مشاكل البروستات عند الرجال. هاد الحمله بمشاركه ديال الشركه ديال الادويه اللي كاينه هنا في المغرب. الحمد لله هاد الحمله لقات اقبال كبير من لدن الساكنه، فما ما يفوق واحد 100 او اكثر من 100 ديال المستفيدين. هاد الحمله عندها انطباع جيد بالنسبه للساكنه، وغادي يكون عندها ردود مزيانه من ناحيه الصحه ديال الساكنه هنا. الحمد لله هذه غير البدايه، مازال غيكون حملات اخرى ان شاء الله. هذه العمليه عرفت مشاركه الهلال الاحمر المغربي وباقليم نواصر وجمعيات المجتمع المدني اللي حتى هما ما كيبخلوش في المساعده ديالهم من حيث التحسيس والتوعيه للساكنه باهميه الصحه وباهميه هاد الحملات الطبيه. الحمد لله جيت اسيدي من دوار صنوعه، وهاد الناس اصحاب الجمعيه وهاد الطبيب تقبلونا بخير وعلى خير وساعدونا في المساعده وقلبونا دارونا التحاليل وقلبونا مزيان بخير وعلى خير، وسيدي هاد الناس تقبلونا مزيان صحاب الجمعيه. دوزت على البروستال سيدي، البروستال قال لك ساعدك مزيان وتبع معنا وصافي.
ملي جينا لهنا للمقر هنايا الناس ديال الجمعيات تكفلوا بنا احسن تكفيل واستقبال مزيان، درنا تحليله ودزت لا فيزيت عند الطبيب، دار قلبني وقال لي من بعد تخرج تحليله غادي نتصلوا بك ان شاء الله. هذه فرصه مزيانه اللي تحت الناس اللي ما كانش في استطاعتهم باش يعني سواء العمل سواء الماديات سواء هذه باش يتبعوا هذه الحالات ديالهم. كاين اللي عنده كاين اعراض، كان واحد جماعه النواصر سقنا الخبر لهذه القافله الطبيه كاينه في الدوار عندنا، وجينا باش ندوزو عند الطبيب هنايا، وما عمرنا اول مره كندوزو بهذه الجمعيه، هي اللي علاش هي اللي دوزت لينا هنا في الدوار هذا. علاش دوزتي؟ دوزت على النبوله الزهيز البولي. شنو قالوا لك؟ داروا لي التحليله وداروا لي قاد ديالي، دوز لي دار لي الفحص الطبي ديالي وعطاني هذا الفانيل، قال لي كل مره حبه وحده في النهار تنعيطوا لك ندير باش نشوفوا التحليله ديالك فين وصلت.